جديد أسعار المحروقات. انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين 12 فبراير 2023 وسط تراجع المخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية. جاء ذلك بعد أن قالت إسرائيل إنها أتمت سلسلة من الضربات في جنوب قطاع غزة، ما هدأ قليلا من المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط. وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها يوم الجمعة 9 فبراير على ارتفاع بنسبة 1% لتسجل مكاسب أسبوعية كبيرة مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط بعد أن رفضت إسرائيل عرضا لوقف إطلاق النار في غزة.